شو؟ صدق هذا ريحته مو طيبه زياني، شلون اسوي هالشكل؟ انا ما اعرف انظفه، خلي واحد منكم يساعدني اخوان. شنو ليش اخذت راينا انت من خلفته همي انا؟ مثل ما خلفت انت تنظفه. دقيقه عم نوري على كيفك، اولا هذا الطفل مو انا اللي مخلفه، اكو سوء تفاهم، ثانيا انا بحياتي ما منظف طفل، شلون ارد انظف هذا؟ اخوان عافيه مدوا ايديكم وياي ساعدوني. حج نعمان فدوا لعيونك سوي شيء. تمام تمام وخر يلا وخر يلا. شوف شلون الرجال الاوروبي يبدل حفاظ الطفل. باوة اول شيء تنزل بجامة الطفل وبعدين تفتح الحفاظة هيك، انتبه زين اللي اسوي، وبعدين ترفع رجل الطفل بايدك هيك وتاخذ الحفاظة ذبها هاي الوسخة خلي تولي ايه، وبعدين تاخذ منك لنس مرطب وتنظفه زين هيكي هيكي وذبة، وتاخذ حفاظة جديدة منها وتفتحها اها، وبعدين تلبس الحفاظة. بال عليه ولك وكيع ولك جحش، ليش انا شايف خير من ابوك حتى اشوف منك فوقها تروح تلوق اللي يسوي، روح وانا انظف مخلفاتك.